عمرو ورده فيما يخص عمرو ورده. انا مش عايز اتكلم في الحقيقه في موضوع عمرو ورده لان خلاص اللاعب غلط، وحتى هذه اللحظه هو متعاقب، حتى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي هو متعاقب، والعقاب كان لازم لانه غلط مرتين في وقت قليل قوي، حتى لو كان ليه اخطاء سابقه ما لناش دعوه بيها. احنا بنتكلم في الحاجات اللي اتعلنت او الحاجات اللي طلعت، خلاص اللي ستر ربنا خلاص، ده موضوع حاجه، دي حاجه خاصه بيه ما لناش دعوه. لكن مش عايز اتكلم في موضوع عمرو ورده اكتر من كده، بس عندي رجاء، عندي رجاء للمسؤولين على المنتخب الوطني المصري يا جماعه، والله مش من مصلحتنا خالص التشتيت اللي احنا فيه ده، مش من مصلحتنا خالص. امبارح طلعتوا قرار قلتوا ايه؟ استبعاد عمرو ورده، تمام؟ النهارده تسريبات من المنتخب ومصادر في المنتخب ومصادر في اتحاد الكره قالت ايه؟ ان في اتجاه للعفو عن عمرو ورده. انا يا سيدي ايا كان رايي ايه او رايك انت ايه، يستحق العوده للمنتخب او مع قرار استبعاده من المنتخب، ده راينا واحنا خلاص، ده كل واحد وجهه نظره، اوكي؟ بس عشان خاطري قرروا، خدوا قرار، قولوا الراجل مكمل ولا مش مكمل، لان اللي بيحصل ده مش مصلحه المنتخب خالص، مش مصلحتنا كلنا كمصريين يا جماعه. احنا في بطوله مهمه قوي قوي، وعلى ارضك هتبقى وحشه لو خسرت البطوله، فاي حاجه هتعيقك عن تحقيق هذا الهدف حتى لو ما عندكش مقاومات، وحط تحت الكلمه دي 100 خط، شيلها من قدامك. مش قصدي ان كده عمرو ورده يستبعد، انا قصدي ان انت قرر بقى، قول قرار نهائي، عمرو موجود ولا مش موجود. ما تسيبش الدنيا عايمه، ما تسيبش اختبارات واستنتاجات والناس كلها واحد يقول لك لا خلاص عمرو ورده رجع، عمرو ورده لا لسه ما رجعش لحد اللحظه دي، عمرو ورده ما بقاش في المنتخب. اه موجود، هو موجود في المعسكر، لكن ما فيش قرار نهائي في شأنه. احنا عايزين قرار نهائي عشان مصلحه منتخب مصر، عشان نقفل على القصه دي، سواء هيستبعد او هينضم مره اخرى لمعسكر المنتخب، احنا عايزين نقفل عليها ايا كان قرارك ايه. انت المسؤول عن قرارك كمسؤولين عن الكره المصريه وعن اتحاد الكره وعن منتخب مصر، الجهاز الفني، الاداريين، ده قراركم يا جماعه، انتوا حرين فيه، اللي انتوا شايفينه صح اعملوه، تمام؟ بالتنسيق مع اللعيبه، وطبعا وقفه اللعيبه مع عمرو ورده دي حاجه تحسب لهم جدا ويشكروا عليها جدا جدا، لكن خدوا قرار لو سمحت علشان نركز ونشجع المنتخب من غير اي كلام كتير عن المنتخب، عشان باذن الله باذن الله نحقق البطوله الصعبه جدا جدا علينا السنه دي لاسباب كتير مش هنتكلم فيها دلوقتي.